بسم الله الرحمن الرحيم. We are Midvision. أنا يحيى مكادي. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم وبنشوفه كتير حوالينا، اسمه الأدينويدس أو زي ما هو معروف باللحمية. هنتكلم عن Definition, Etiology, Clinical Picture, Investigations and Treatment. Definition عبارة عن Hypertrophy of النيزوفارينجيال تونسلز. خد بالك دي النيزوفارينجيال مش البلاتين تونسلز اللي بتحصل في التهاب اللوزتين، خد بالك وفرق ما بينهم. sufficient to produce symptoms، الهايبرتروفي او التضخم ده كفايه انه يجيب العيان عندك العياده باعراض. the commonest swelling of nasopharynx، ده عباره عن مرض بيدياتريكس بيحصل في الشايلد هود لحد 12 سنه. اسبابه repeated upper respiratory infections، التهابات متكرره في الابر respiratory tract. تمام. clinical picture symptoms، غالبا اللي بتشتكي الام لابنها، بتقول ان انا بشوف ابني بيحصل فيه كذا وكذا وكذا. هنقسم السيمتومز لثلاث حاجات كبار، هما جنرال وفي الجسم بشكل عام، افكتس اوف الهايبرتروفي نتيجه لتضخم التونسلز اعراض بتحصل، وريكورنت انفكشنز التهابات متكرره في اماكن مختلفه هنقولها كمان شويه. هنبدا السيمتومز بالجنرال، سنورينج اند سليب ابنيا، ابني بيشخر وبيقوم نفسه مقطوع بالليل. كرونيك هايبوكسيا، nocturnal enuresis بيقوم يروح الحمام ضروري بالليل. growth retardation، ابني بياكل كويس ولكن ما بيكبرش. تاني حاجة الـ effects of الهايبرتروفي، bilateral nasal obstruction واللي هينتج عنه الآتي: nasal discharge، difficult suckling صعوبة في الرضاعة، and rhinolalia closa الخنفان او ان الكلام يجي بوست نيزل كده من مناخيره. تاني حاجه الاوستيكيان تيوب اوبستراكشن او الاوديتري تيوب اوبستراكشن، ريبيتد اكيوت اوتيتس ميديا، التهابات متكرره في الاذن الوسطى. اير تينيتس، طنين في الودن، وهيرنج لوس، فقدان للسمع. كده هنتكلم عن اهم حاجه وهي الادينويد فيشز، ودي اللي بنشوفها على وش العيان. خلينا نقول ان ده ادينويد. اوبن دراي ماوس والنارو بينش انتيريور نيرز وبرومينانت انسايزرز، شورت ابر ليب، هنلاقي ان شفته الفوقانيه قصيره، وهاي اركت باليت اند اباثيلوك، ده منظر الاباثيلوك. نتكلم عن اخر حاجه في السيمتومز، ريكورنت انفكشنز، ريكورنت راينايتس وساينوسايتس، التهاب في الجيوب الانفيه، وريكورنت فارينجايتس، التهابات متكررة في الفارينكس واللارينجو تراكيو برونكايتس، في ثلاث أماكن وهما اللارينكس والتراكيا والبرونكايز. سيرفايكال أدينايتس، بوست نيزل ديستشارج اللي بعد كده هيعمل له إيريتيتف كف، ديورينج لاينج داون، هو نايم تلاقيه قام من النوم يكح كحة ناشفة كده وشديدة كده، ريبيتد أكيوت أوتيتس ميديا. الساينز اللي هتشوفها انت كدكتور عشان تشخص العيان ده على انه ادينويد، ايه هي الساينز دي؟ الادينويد فيشز زي ما قلناهم دلوقتي، الريتراكتد تمبانيك ميمبرين ديورنج الاكزامينيشن، تشوف ريتراكتد تمبانيك ميمبرين، الاير درام هتلاقيها ريتراكتد، ميدل اير افيوجن ده عباره عن فلويد في الاذن الوسطى، كوندكتيف ديفنس، ميوكويد او ميوكوبيرولنت ديسجارج اكوردنج لمدى الانفكشن اللي موجود، واخر حاجه البيجون تشيست، ده عباره عن من اسمه كده بيجون، يعني تلاقي زي صدر الحمامه كده، فهتلاقي بروتروجن في الاسترنم والريبس. انفستيجيشنز عشان تكونفيرم الدايجنوز بتاعك، والبلين اكس راي، اوديوجرام، وتيمبانومتري، من اسمه تيمبانومتري يعني هنطمن على التيمبانيك ميمبرين والميدل اير. في التريتمنت خلاص عملنا كونفيرم للدايجنوزس، هنبتدي نكلاسيفاي العيان ده للتريتمنت، هل هو مايلد ومودريت، فنعمل له كونزرفاتيف تريتمنت ببرود سبيكترم انتيبيوتكس وانالجيسكس وما الى اخره، ولا ده سيفير فهنضطر نلجا للحل السيرجيكال بادينويدكتومي وهي عمليه استئصال اللحميه، ولكن غالبا احنا بنلجا للحل السيرجيكال في الاخر. شاكر جدا ليكم، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجه. باي باي.